طب ناخد من النصر ومن الاتحاد جده ومن الاهلي جده. لا الوقت انت مش عاجبك اللي انا بقوله، ان الاهلي لا هيجيب صلاح مش عاجبني. ومرموش و انت عايز تغير لوائح البطولة علشان غير ايه؟ ما هو تظبط الاهلي. سؤال سيبك من البطوله، هو انا لو جبت لعيب وايدته بعد شهر مشي، ما الانتقالات لا ممتده، ما هي نفس فتره الانتقالات. هل يسمح؟ طب وماله؟ هيروح بدوله تانية. اللائحه بتسمح يروح في نفس الفتره لناديين، لازم يقضي معاك فتره انتقالات على يا باشا. انا جبت لعيب ومشي، هنعمل اكسبشن يا دكتور؟ لحظه، انا دلوقتي الدوريات بتبدا بواحد 8، تمام. انا اشتريت لعيب في شهر 7، بس في نفس فتره قضاء الصيف لعب واحد 8، تمام. لعب، اكتشفت ان انا مش عايزه، لا مشيته في نص 8، تشيله فين؟ طلعت في البيت. لحد شهر 1. ايوه، ما فيش في فتره، ما ينفعش يلعب في نفس فتره القيد في ناديين. صح، لازم يستنى فتره القيد اللي بعدها ليناير. هو بدي الصيفيه والشتويه. ما ينفعش، ده كان ما كانش حد غلب بقى، كانت. طب فكرنا نبعت نعرف انفنتينو يوضح لنا دي، يعمل لنا دي، يعني شوفوا لنا بقى انفنتينو. لا عادي، انتوا قادرين على دي، ممكن نغيرها. والله قادرين عليها، والله العظيم قادرين عليها يا شباب، اقسم بالله مقدور عليها. اللي هي نظبط مع انفنتينو. طبعا عادي، راجل يخترع لائحه جديده تسمح. انا عايز اقول لك انفنتينو ما صدق ميسي مثلا كسبوا بطوله كده في امريكا، قال لك بس هي دي البطوله اللي بتاهل كاس العالم. تعالى عشان تعالى ميسي، عشان يجيب الناس. طبعا الماركت. طبعا. طب انا سؤال، طب ما ايه المانع يتعمل كده؟ والله اعراض الشهر بتاع البطوله ما زال هاند بول. صعب صعب، ما زال هاند بول اللي صعب. هو يقدر يعمل هاند بول حاجه والكوره حاجه، ما ينفعش. ده كده بيدمر التدمير. دول 32 نادي، تخيل لو 32 نادي كل واحد جاب 4 5 لعيبه عشان البطوله وبعدين فسخ. ما هي البطوله هيجيبوا ورايا يا دكتور. غير ايه؟ لو في لوائح للكوره. انا بتكلم لو هو عمل دي استثناء في كاس العالم للانديه عشان يقوي كل الانديه، بكل انديه فيها نجوم والفروق الفنيه. مثلا اوكلاند سيتي، وعشان الماركت جاله اوكلاند سيتي شارك مثلا في كاس العالم بحكم ان هو بطل اقيانوس، هيشارك صح؟ طب هو خسر 6-2 من العين في الماتش اللي قبل ما يقابل الاهلي، اللي تاهل بالعين للاهلي. طب لاقي في مجموعه فيها مثلا ليفربول او فيها تشيلسي او فيها مانشستر، مش هيشوف سيتي فيها، هيخسر كام بقى من ريال مدريد؟ عادي، ما هندوراس بتكسر 5 و6 و7 في كاس العالم. ده هو خسر 6 من العين، هيخسر كام من ريال؟ مستويات قوه. 11 ما تديله فرصه يا اولاد. محمد انت هتغير لوائح الكوره؟ ايوه يقدر يغير. السبب ايه يا دكتور؟ السبب ايه؟ السبب الماركتنج عشان الفلوس. يا كاس العالم دي معموله ليه؟ سؤال. كاس العالم معموله بطوله علشان مكاسب، عشان يعوض الانديه. أيوة. فكره لما اوروبا هاجت الانديه الكبيره عايزه تعمل السوبر المنفصل ده، لو تفتكر من 3 4 سنين، فاكر لما ريال مدريد تزعم سوبر ليج؟ فهو سوبر ليج، فهو انفانتينو فطن ان هو فجاه ممكن تفك منه، فبيعمل لهم بطولات، تعمل لهم فلوس بس كبيره عشان تعوضهم. اشتري اشتري لعيب عقد 1.5 سنة، اشتري لعيب 6 شهور، لكن مش شهر البطوله ويرجع. انت على فكره يعني انا ببوظ لك الحلم. ليه يا دكتور كده؟ انت كده خرجت كده، خرجت كده، ما ينفعش. يا ساتر، الكوم عليك لحد كده. دم تقيل. يا ساتر، وحش يا دكتور. هتنفع برضه، هتنفع. والله بص، هو انفانتينو قبل كده يا ريس، باصم لك اي حاجه.